كنعتبروه حكم صحح الاخطاء اللي طاح فيها الحكم الابتدائي، ويعني رجع الامور الى نصابها بانصاف الضحيه وانصاف المجتمع وانصاف الحركه الحقوقيه بما قدمته من دعم ومسانده ومصاحبه قانونيه لهذه الضحيه. وهو في نفس الوقت كذلك هذا الحكم اللي احنا بالرغم من الارتياح ديالنا الانطباع الاولي، ولكن انا شخصيا ما كنت كنتوقع يكون حكم اكثر من ذلك، لان بشاعه الافعال كتقتضي تكون عقوبه اكثر من ما هو صدر اليوم، لا في الشق ديال الدعوى العموميه ولا في الشق الدعوى المدنيه. وهذا الحكم هذا كذلك ماشي غير رجع الامور الى نصابها، جعل رساله ديال المجتمع المغربي توصل الى القضاء، والقضاء تفاعل معها وتفاعل مع المطالب وتفاعل مع الملتمسات اللي قدم السيد الوكيل العام وكذلك اللي قدم دفاع الضحايا. وبالتالي كنعتبروا انا حكم منصف وعادل في الشق المتعلق بالدعوى العموميه في المطالب المدنيه وعدم ادخال الدوله، هذا كيطلب مجهود. شكرا لوسائل الاعلام، شكرا لكل من سهر على انه هذه المحاكمه تمر في اجواء اللي طبعها الحقوق والحريات. بعد مساء الخير بعدا كينا، وشكرا لكم على التتبع لهذا الملف ولانكم بقيتوا معنا حتى لهذه الساعه ديال جوج ونص الصباح، هادي جوج ونص وحده ونص ديال الصباح. بعد هاد الجلسات الماراثونيه، هاد الجلسه الماراثونيه طبعا اللي بدات من الساعه بدينا انا الساعه مع 12 حتى الان باش انه تنطق بالحكم الاحكام. بالنسبه لنا هذا هو اللي حنا كنا كنطلبوا، وهو انه تكون الرفع من العقوبه، لانه كان من المستحيل من بعد ما هاد مرتكبوا هاد الجرائم البشعه في حق هاد الطفله القصيره انهم يتحكم عليهم 18 شهر او لا بسنتين. حنا كان المطالب ديالنا وكذلك النيابه العامه مشكوره انه التمسنا الرفع من العقوبه وعدم تمتيع هاد المدانين بظروف التخفيف، وبالفعل المحكمه استجبت ورجعت الامور النصاب ديالها. وهذه هي من المزايا ديال القضاء المغربي ومن المزايا ديال الطعون مراحل ديال التقاضي. وبالتالي حنا المحكمه ديال الاستئناف نصفات هاد الضحيه ورجعت لها الاعتبار ديالها وحقت الحق، عطات الحق للدوله وعطات هذا الحكم يكون درس لكل من لا يعتبر اللي كيظن راسه بان الاباحه في الجسم ديال الاطفال القصيرين او لا في اي انسان واخا ما يكونش قصير، هذا غيكون درس قاسي باش انهم تكون حد ويعرفوا بان راه ما يمكنش شي ترتكب جريمه وياخذوا ديال سنتين. وحنا كان بالنسبه لنا واخا يضرنا الحال على ان ولكن راه خداو الحق، خداو العقوبه اللي كتوازي الجرائم اللي ارتكبوها، وخصوصا ان واحد منهم اللي عنده ثلاث اطفال كيف انه باح عطى الحق انه يتكفص على هذه الطفله القصيره ديال 10 سنوات، وبتو مع العلم انه عنده وليداته، بمعنى انه هو اخر انسان يقدر يفكر انه يتكرفص على هذه البنيته. وبالتالي حنا بالنسبه لنا غنديروا الطعن بالنقد طبعا، خصوصا ان المطالب المدنيه التعويضات اللي تحكمت كانت شويه قليله، ولكن فيما يخص الدعوى العموميه الحكم كيظهر لي ماشي كيأكد ان الحكم كان في محله، وكنتمناو على ان انتم كصحافه انكم تنشروا على اكبر نطاق، لان كاين اشخاص اللي خداو هذا الملف وبغاو يستغلوه في الضرب في الناحيه السياسيه الدوله ديالنا المغربيه. وشكرا لكم. الاحكام اللي نطقت بها المحكمه فيما يخص المتهم الاول والمتهم الثاني 10 سنوات لكل واحد منهما، مع الحكم عليهم بالتعويض ديال 40,000 درهم يأديها كل واحد فيهم. بالنسبه للمتهم الثالث اللي هو تبتات الخبرة الجينية على أن الطفل من الصلب ديالو بنسبة 99.99%، حكمت عليه المحكمة ب 20 سنة نافذة مع التعويض ديال 60,000 درهم. السلام عليكم. أستاذة خيار زين محمد عبد الله. الحمد لله
كان الحكم صائب جدا، لان ظرفت العقوبات من سنه ونصف اللي كانوا تحكمت في المحكمه الابتدائيه ومن ثلاث سنوات، الا انه كان ديك الساعه ملي صدر الحكم الابتدائي تفاجئ انه تصدمنا بارع صدنا ان احنا واكبنا هذا الملف منذ البدايه، منذ العام الفارط درنا الصحافه، وديك الصحافه جات عندنا جمعيات حقوقيه كثيره من ضمنهم جمعيه الانصاف اللي ساندتنا منذ البدايه، وفعلا دات ديك البنت القاصره سناء اصغر ام في المغرب، وهي اللي تبناتها ولات كتقرا عندهم وما تتمارس دراسه تما بعد ما كانت بخير. ملي جا هذا الحكم طبعا الحال تصدمات هذاك الحكم اللي كان الاول ديال المحكمه الابتدائيه، لانه لم يكن صادر لانه كان صادرا بالنسبه للجميع، وكنشكر من هذا المنبر سميتو هذه الهيئه المحترمه الهيئه الاستئنافيه، لان عطاتنا وقتها الكامل، كطات كل الاطراف جميع المحاول ديال الجمعيات الحقوقيه كلهم ترافعوا على هذا الملف بواحد الحراره بواحد الدقه، لان ما تقبلوش هذاك الحكم اللي ضحاوا من بيوتنا. احنا نشوف هذا الوقت متاخر من الليل، باقي الزميلات والزملاء كلهم كيساندوا سناء والام ديالها والاب ديالها والعائله ديالها، لان تقريبا هذاك الحكم كان شردهم، الا ان رشوها ملي خرج من الجلسه كتغوت كتصرخ واحد بكثره، الى ان الحمد لله دابا حنا مرتاحين، وراه كان الحكم مزيان، راه ذاك الحكم ديال سنه ونصف اللي هو كان سنتين مجبر التنفيذ في سنه ونصف، والاخر المساهم الرئيس عطاوه 20 سنه، لانه هو اللي فصد البكاره ديالها، هو اللي الخبره الجينيه تثبتت بان الطفل ديالو هو، والثاني والثالث اللي هما متزوجين تحكموا سوا ب 10 سنوات حبسا نافذا، وكنظن بان هذا الحكم راه صائب بان تحققت العداله، لان الدور ديالنا كمحامين والدور ديالنا كمحققين والدور ديال الجمعيات كامله هي تحقيق العداله، والحمد لله الحمد لله كان حضور قيم جمعوي من جميع مناطق العالم تقريبا، جاوا من اسبانيا من فرنسا من هولندا من جميع كلهم جاوا ساندوا الجمعيات الحقوقيه وكذلك الصحفيين، وكنوجه لهم كامل الشكر، وكنوجه حتى للسيد وكيل السيد الوزير العدل اللي نضر لهذا المشكل، لان حقق داروا في اسرع وقت ممكن من بعد في نتاس الاجل ديال الاستئناف 10 ايام ما تحسبش الاول والاخر، تعين الملف فعلا كان ديك الجلسه كان الملف غير جاهز، لان الدفاع ديال المتهمين ما كانش جاهز، ولكن اليوم عطاتنا الهيئه المحترمه كامل الوقت ديالها، لدرجه ان تقريبا راه 10 ساعات وحنا في هذه المحاكمه، وحنا الحمد لله غاديين فرحانين، وحتى بالنسبه لسناء ترد لها الاعتبار ديالها هي والاسره ديالها باش ذلك تحقيق العدل العداله، الحمد لله وظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهقا.